إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي إسبريس، أينما كنتم أينما تواجدتم أمامكم الصورة، أجواء تاريخية حافلة المنتخب الوطني المغربي. هؤلاء الأبطال، المنتخب المغربي يصل الآن بعثة أسود الأطلس بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022، تصل الآن إلى شارع محمد الخامس، وأمامكم الصور، آلاف الجماهير المغربية حجت إلى هنا لتحية العناصر الوطنية، لتحية الأسود. مشهد رائع جدا للجمهور المغربي وهو يحيي اللاعبين، وآلاف وكذلك الذين حجوا إلى هنا لتشجيع المنتخب المغربي لتحية أسود الأطلس في بعد هذا الإنجاز التاريخي. إذن صور بالتاريخ، صور تاريخية، صور سيدونها التاريخ بأحرف من ذهب. هذه الصورة غنية عن كل تعليق، مشهد تاريخي، مشهد للتاريخ. تحية آلاف الجماهير المغربية هنا بشارع محمد الخامس، توجه التحية لأسود الأطلس فور وصولهم إلى هنا، قادمين من الديار القطرية بعد مشاركة للتاريخ في مونديال قطر، وإنجاز تاريخي بالوصول إلى المربع الذهبي في مونديال للتاريخ بعدما ظهرت الأسود بقوة، أقول بقوة في هذا المونديال. أمامكم الصورة، صور غنية عن كل تعليق، وأكيد مشاهدي إسبريس سنوافيكم بكل الصور الخاصة بوصول بعثة المنتخب المغربي والرحلة وكذلك الجولة التي قام بها أسود الأطلس في أهم شوارع العاصمة الإدارية الرباط قبل الوصول إلى القصر الملكي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من إسبريس.